على بركة الله. مع أسهل المسالك الدرس الأول حقيقة عمليا بارح لا كان الكلام على الفقه وعمي فتوح إن شاء الله ينفعنا بما نسمع وما نعلم و... بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض على امتثال أمره وعباده. ثم الله يقول حد سطر البيت الأول. الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض. بسم الله. عاد عند العلماء وعاد عند أهل الفضل حد كامل اللي يبدأ بشي يبدأ أم ولانا كانوا تنزل بركة. وأفضل اللي يبدأ به مسألتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أول ما نزل من القرآن اقرأ باسمي، باسمي ربي. بدأ القرآن باسم الله. وإذا كان الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في بداية التلقي للوحي اقرأ باسم ربك، ما هو باسمك وله باسم الشعب وله باسم الخلق، باسم ربك الذي خلق. هذه البداية تدل على أن البداية حتى في القراءة حد يا الله يا بس مرسابق يقرأ. هل يقرأ باسم ربك نقبل منها حد كامل الله يقرأ يا الله يبسمك، ونقرأ منها من سابق يا الله يتعوذ به. وإذا قرأت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وجاء في الحديث أن أي أمر ما بدأت بالحمد يجعل مولانا ناقص البركة يعود ما هو مبارك. وكافيكم للقرآن، قال مولانا أن القرآن كامل مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ما له هو لا بركة. ومع ذلك بدأ بالبسملة. إذا كان المبارك يبدأ بالبسملة لتزيده بركة معناه أعلن ما 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 ما, ما خالف شيء في الصلاة معها. أي حركة ما سبقت بسم الله يعرف مولاها أعلنها لن تكون إما ما تخلق والله تكون مشوش عليها والله منزوعة البركة والله ناقصة البركة. أيوة أي سورة من القرآن تفتح بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان عليه السلام مشي رسالة، ولذلك عاد اليوم العالم رسائل وما فيها البركة ما فيها الخير، لأن غالبا لا يذكر فيها اسم الله ألا باسمي شخصيا وباسم الحكومة باسم الشعب وباسم شذاري يا غير باسم الله غايبة، فصارت رسائل لا بركة فيها لا تخدم وإنما تهدم إلا لقل لا بركة فيها ومن دعاة البركة. فلذلك العلماء عادوا عادتهم ونظامهم من أي واحد منهم ترى له يبدأ شيء يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا يتركب بسم الله، لا يتمد إيده كل شيء، لا يتوكل بسم الله، لا يتشرب بسم الله، لا يتتكي بسم الله. اذكر اسم المليك، لأنك إن تذكر اسم المليك يصبح الكام متهيئ لك من الشر تال بكفاه عنك، تال بكفاه، لأنك ذكرت العظيم الأعظم الكبير الأكبر الملك الأعلى مالك الملك بيده ملكوت كل شيء. إذا عاد جني يسمعك سميت الله يحكم فطيت به اللي انت استعنت بالله. ومعنى بسم الله معناها شنو؟ معناها أستعين بالله. معنى بسم الله معناها أستعين بالله، معناها يا مولانا مستعين بك عاوني على أي عمل أي كذا كذا. ولذلك اليوم عاد ياسر من الناس العياذ بالله منزوعة بركة الطعام والشراب به اللي بسم الله غايب، ياسر من الخلق ما يسمي تلحق يروز من التاي بسم الله ما تجعل فمه إلى 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 يا خي روزة يروز وتوف يلقم وتوف يتكي وتوف يوقف وتوف يحكم وتوف حتى لا يتلبس اللباس لعل يعود اللباس فيه لباس سمي، لا هي تركب لعل تعود الوتماشى بسم الله مدراها ومرساها سمي، لا هي تتكي سمي، لا هي تقعد سمي، لا هي تمد شي لرقاه، لا هي تتحاسم على رقاه، لا هي تقوطر باط ماشي بسم الله. أي أستعين بالله في حركاتي وسكناتي. فهم معايا؟
لذلك عاد العلماء يبدؤوا دائما بالحمد ويبدؤوا بالبسملة، حتى إذا ما قالها الواحد بلسانه مرة يعود قالها في نفسه ولم يدون هذه كتابه. يغير في العادة عندهم أن لا بد من بسملة ولا بد من حمدلة، وإن كان قرآن ونحو ذلك استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا واحدين قاعد من العلماء ملاحظة غريبة، قالوا هو القرآن يصوع قاع أهل الخلق، يا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالآخرة وهلكون سارك منهم إبليس، إبليس مديرهم، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما دام القرآن يحول بينك مع السحرة وأهل الصور معناه من حول قاع، ومع ذلك عاد يعوذ سابق القرآن، القرآن اللي يعوذ به عاد يعوذ ملي القارئ سابق القراية يعوذ. حتى قال بعض العلماء انك يالتك انت تقرأ القرآن تتعوذ وانت توفى منه تتعوذ، قالوا التعوذ سابقه واضح دور صوع عن الشيطان، يا غير وراه ليش؟ قالوا به اللي سابقه ياك ما يحول بينك معه يشوش عليك، وبعد من يتوفى منه تعوذ. قالوا لعل ان يبطل الشيطان عليك الاجر، لعل يدخلك العجب والرياء ويعجبك راسك وانك صراتك طايبين وانك ما شاء الله قريت 20 حزب وانك قريت بترطيل ذيك الافه اللي تبطل الثواب، تعوذ قبله من افاته وتعوذ بعده من مفسداته. يعود التعوذ قبله وبعده، التعوذ مطلوب بدايه ونهايه، معناها انك تبع احمد مولا بسمي احمد الله تعوذ وقيم على بركة الله تعالى. مفهوم الكلام هذا؟ وهذا ما هو قاعد من البسملة. يقال ان عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، وقد يقول لي بعضكم خلينا في الفقه، خلينا في الموضوع، خلينا في النص اللي بدأت له تتكلم به، لا تمتقبل ان الشرادات توقد بنا. يا اخو يا عيسى ابن مريم ما نشاهدين اخباره الليلة، خليك وقتك تتكلم موضوع التزم به من بدايته الى نهاية. هذا صحيح يا غير، يا غير هذا نعرف انه في خطرات البعض منكم، وحتى بعض من يستمع الى الاشرطة والدروس يطرح ذي الملاحظات. مشكلة فلان انه يبدأ ان الموضوع ويهرب هربا متر يرجع جاء ويعود قاع ذاك الموضوع اللي انكر في بداية الدرس بلي اللي ارجى منه يظهر كامل الله شو المرأة. يا غير الحمد لله اللي نخرج بيكم الله شعر بلي ده متعدل. اللي انا هنا اضرب لكم مثال من حد من عباد مولانا، والله ما اللي ما كنه موريتاني اندور يا كان يعطي مولانا تصقل تصقل للواقع الهمشي بحالي. هو القرآن، هو القرآن مرة يتم يتكلم على الموضوع يعني يعقب يقوس الصبع ذاك اللي عينه عليه، يتم يتكلم على قصة انه يتكلم على يوسف يعني يعقب يعلق على الخلطة تصنت ما ترى يوسف، ما عين ما ترى يوسف عاد الناس اللي تصنت بهاللي ما مجيوب القصة لياتها هي مجيوبة اياك تخبر ببعض الماير ذوك الماير لعل واحدين يعجل انهم متخطيروا مباشرة يجي القرآن ويعلق يقول عنكم انا عين عليكم انتم، انا ماني رد عليكم من هد الفايتات انا عين عليكم انتم. وذا كثير في كتاب مولانا. على سبيل المثال القرآن يتم يتكلم قاع، القرآن يتكلم على القرآن يعني يقطع الاتصال بالقرآن ويجيب قصة قاع ما هي ذلك. خلق سورة تنقرأ يوم الجمعين قال سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كتاب مار القرآن ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرة ما تعلم أن يقطع على الاتصال يقول نحن إنهم جئتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أخبار وقع من هذا أخبار أهل كيف ويتم يتكلم عن أهل كيف يعني يقفلهم ويجيب قاع واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين وواحدين عندهم زرعين من خل وجرديه ويتم يتكلم على جرديه وواحدين بجرديه ومن يقطع له ويقول ويقول للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ويتم يتكلم على آدم أن يقطع له كامل ويجيب قال عبدا من عبادنا خارج مخلوق آخر إن قالوا الخضر حاولوا نعطيكم أخباره ويتم يتكلم على القضية أن يجيب قاع ذو القرنين مبتلنا له في الأرض ومشى إلى مطلع الشمس ومغرب الشمس. هذه الجولة الطويلة تبحر قاع الموضوع منين ومعدد ما بيناته تناقض، كل قصة جاته في السياق معناها أنها تخدمه ولا تعارضه لا عندها علاقة مع ذلك. يا غير بعض الناس ضيق العطل ما يتحمل ما هو ذاك اللي فوقه، أي مردة ما يتوافقه
يعجل عن يتأمل يعرف ما وجه العلاقة. على سبيل المثال هذا هو اللي ساقني لهذا، عيسى بن مريم ذكر بعضه للعلم، وانا اتكلم لكم على البسملة واهميتها والحمد لله واهميته، الاستعانة مولانا والتعوذ مولانا. لان يجيب لكم الصق الصقاع اللي ابعد من ذاك شوي، اللي في المعنى من ناحية المعنى يعني ما هو باللفظ. يقالوا ان عيسى بن مريم، عيسى بن مريم من يطرم مولانا يحيي الموتى يوقف الإنسان من قبر، يحيي الموتى بإذن الله. بوك تختار ويطوش أنا معاك يتقد، جي عيسى بن مريم تقول له ندور والدي يحييه لي مولانا، يدعي مولانا يوقف والدك ويقيم يتواطى معاك. يتخاطب معاك والدك، مولانا قادر على كل شيء يا غير الله يعدل الله ذاك اللي ريت شراك. شفت مولانا ما هم عدلوا، عود عارف اعلنه هو على كل شيء قادر يا غير ما هم كل شيء قادر عليه يعدلوا. خالق شيء قادر عليه ولا هم عدلوا، وخالق شيء قادر عليه ويعدلوا يا غير. بعد هو الشرايده يخلقته. جاء واحدين اللي هو عيسى بن مريم وقالوا له خالق شاب هون تقريبا ما طلوص فينا بالسيبة مكسور عمر وهاين الناس ويظلم ولا قد حد يغفى عراض، وندوروك تدعينا مولانا عليه يريحنا منه. وهو مجاب الدعاء، وحد ينعود يفسد في الأرض تعود جميع يا ربي مصوب على عنقر، حتى الحيوانات تشكو إلى الله منه. إلى عاد محمارهم الصاري تعذبوا، ولا عاد المشوشة يكتلهم، ولا عاد الطريق يكب عليها الوسخ، ولا سالك منه شيء. هذا النوع البلاء كامل جاي. قالوا له ندوروا مولانا يكثروا عنا، تطلب منا مولانا يريحنا منه. قال له ميوه ان شاء الله، ادعى علي ما دام انا بتفسد ادعى علي. وهو نبي رسول من العزم وعدل الله شي معطله في لنا كظل دعاء ودعاء الانبياء صواريخ مرقلية ما تغرمش. إين يقول يا رب؟ يقول له رب العالمين لبيك والله انا ربك، انا قادر وانت عبدي، تفضل قول غايتك. والناس مجرب من عيسى حد تعالي هرا وخلق يا ملاد مضال ذاك النهار سارح وظنوا انه مات بيهم سرعة إجابة الراجل هو في الموتى بإذن الله. إن عاد الدحم يصور ما ملاد مرايح رافة حزمة من الحطب على راسه ما فصل ما قصر يسم قيمون معيط دف واحد شور عيسى قالوا له الراجل اللي شكينا لك منه يبان قاعده ورايح قاعد رافد قاع حطبه قاع ما فيه بلد. اللي قالوا هالو عرف عيسى لأن الأمر ما هو على باب ما مراد ما عنده قصة ما على باب. قال لهم قروا لا يحطها في الحطب عن راسه، لا يحط الحطب حزمة اللي على راسه يطرحها هون حياتي. يا مع يا منادم عيط على يا منادم قالوا له قال لك عيسى بن مريم انك تجي تطرح الاحطب، جاء وطرح الاحطب. قال لهم فرثروا لي الاحطب، فرثروا هي آفة حركة من حركات الارض لفعة سمها يتقاطع ما هي على شكل مخلوقات اللي يعرف لاش من السم يحرق، وذي هي حالة فمها يعرف فمها في شكي حجرة واللفع ميتة وفمها مقفور على الشكي حجرة. قال لهم تعرفوا ذا شنو لو صولا من هذا؟ قالوا انتش عدرت اليوم لا من هذا مفيس دعويلي يعرف الله الطحين وخسارة الأخبار، اما قاعد يعرف الله الطحين ما هو الدهين الطحين حد يطحن معناه مخسر اخبار يبطل ياك ويدمر ياك وعدل ياك. قال وبدا يقول لي انت اليوم بعد ما الشيكش عدت وكذا قبل كم اللي يتفقد من ادم قال له انه يمشى ارض عرض له حد محتاج واعطاه شوي صدقه. قال هذا اللي قال لك فم اللفعه هذا السم اللي تراه فيه كان جاي وهو الدعاء.
دعوة الرسول، وكانت ما طلع عليه ويريش، قالوا ليش مت بالحجرة؟ بسبب الصدقة العدل أمناد جاء البلاء هك، وتلقيت له الصدقة من هك جات من الجنة. ولولا ذلك لهلك. في مثل اخر يمين تذكر اسم الله انت ماشي لا يتعدى. هذا في الكلام اللي بعض الناس يتخطى، لن يقول كلمتين خارج رقم الواقع اللي تفاصل الدين فيه، ما يجاوبك ما هو ان شاء الله. والله باذن الله الاحيان مولانا واضح فيه انه خاشي ويلود الاذن من مولانا وله تاكل على راسه، وخارج من الوقيه اللي لا يرجع امره الى الله في شيء، عكس ذلك تماما. يريد تقول له يجيني يقول لك ما هي مشكله نجيك بقى، تقول له ولا له يتعذر يقول لك والله ايوه عندك انك مرق لا تصحى محال، ايوه ده كذا كلام كامل مقزوز ولا فيه رجوع الى الله في شيء. وهذا هو اكثريه الناس، وهذا النوع يعيدنا ويعيدكم خطير. هو راك اللي مؤدي الكثير من الناس ما يلتزم بالعهد به اللي ما يرد الى الله، وبالتالي ما يعاون مولانا به اللي ما قال ان شاء الله، التزم به اعتماد على قوته هو، ولما بنى القضية على قوته هو فشل مولانا قوته جعله قاع ما قد يلتزم. يغارن يرد الامر الى الله، يوفق في الوقت ويوفق في الحصول على الوقت، ويهيل مولانا الرواية وإلى أمه لما تهيته السبب يعود سالك به اللي حل عنه العهد به إن شاء الله. لا نفهم ولا ما نفهم، وهذا كامل قايل لكم في مناسبة اقرأ باسم ربك معناها استعين بربك، اللي تقول إن شاء الله معناها أنك راد الأمر إلى الله. حتى المولانا اللي يذكره بعض الأشياء يستثنى، يقول ستدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله مولانا أنت تقول إن شاء الله، إحنا خايفين لعل ما تعاوننا بنا اللي بلا حول ولا قوة، فكيف يقولها ملك الملوك؟ قالوا ليعلم عباده ما دام ملك الملوك يقول إن شاء الله، ونخالف شيء لما شئته، ذلك تذكير للعباد إذا ذكره الملك فكذا بالعبد. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ويقول الصحابة إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. أنا هي لارد تانا ذاك عتريد ولو رخري ولا ماردتم أوخاري، فيذكر العبادة بضرورة ربط الأشياء بالمشيئة وإن كان المتكلم رب العالمين. والله ما فهمته. إذا حدد الأمر وتعود فيه بركة يبدأ ببسم الله ويحمد الله، وفي بعض قاع الروايات أنه ما يخسرش يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الجاينة من عند مولانا، والله جاينة حد آخر. أولا لا تمتنوا بقى فيكم معدين ساكتين عندين أمهم ما هم متأكدين، لا يزعزع حد منكم. إحنا إن شاء الله ما نقروا هذا الراجل اللي يجيب العقيدة ولا يجيب من الشيء ما جابوا الرسالة ولا جابوا ابن عاشر ولا جابوا شيء من القلب ولا يجيب شيء ثاني زاد به قاع للفقهاء وهو شيء من علامات الساعة ولا جابها ما هو ذا الكتاب قاع الكتب الفقهية عندنا ما وطات فيها إطلاقا. وبالتالي الراجل يزيد زيادات ما كيف يتجه، يا الله مدى تتمتن وتعود عارفة علينا اللي موشينا رسول واحد قال له خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، بما أنه هو الممشين عاد حضر كنين عد العمل صالح، والله يطلب مولاه، والله يعد لي رواية تبقيها تنقبل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة ما ترتد عن مولاه. حتى قال بعض الصالحين إن تختار عملك ينقبل شبق له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن توفى منه صلي عليه مرة أخرى. إياك تدير عملك بين الصلاة شاب والصلاة وراه، فإذا قبل الله الطرفين هو أكرم من أن يترك ما بينهما. نوع من مكايد في الدعاء، اجعل الصلاة قبل عملك وأقوالك ودعائك، واجعل الصلاة بعد ذلك، لأنهم ما يرتدوا عن مولانا. إياك لا تلو يطيروا ماشيين صاعدين للسماء، لهو النقر فيه صرفهم صارهم من تمن ومرك نخرج.
يكين باس من أخلاق الصلاة قبله وبعده. إذا يبسمل يحمد مولانا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله يفعل هذه الخير كان يهيئ له مولانا البركة في أقواله وأعماله. المؤلف قال الحمد لله الذي قد فرض معناها الحن ويحمد مولانا. ما هو الحمد؟ ما هو الحمد؟ وما هو الشكر؟ وما هو المدح؟ وما هو الثناء؟ خارج مسائل يسلمكم نبقي هذا لي صبح واحدين دور قلوها لا أنا ما قلت لنا في الأخبار ما قلت لكم في الأخبار يعني يقول لكم في الأصفر والأحمر أنا قاش ما حد مازال حي يتم يطلع على شيء من كنوز علوم الشريعة ما قط قاع وخضم عوز ينين جيل مولانا هو قاع القرآن كان يحفظ ما كان أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. وقال مولانا ولما ياتيهم تاويله إن خارج معنى القرآن ما يفطن ورقاه ولا يفهمون يقول طق في الآخرة يهوالو يقع المكان فهم راعي أمور لا تكتشف إلا عند الوقوع فيه. سأل الله العافية والسلام. اللي ما يركز عليه الله الحمد والشكر ولاني يعم طول فيهم إياك ما يشعب علينا ذي يتوسع حد. ما معنى الحمد؟ الحمد بصورة مبسطة يريد تقول انك حامد مولانا معناها انك ثاني عليه معناها انك شاكر وزاد بعبارة اخرى وما اعترف له بانه احسن عليك. عادة الحمد لا يكون الا لمن احسن اليك. حد احسن عليك تحمده وحد ما احسن عليك تحمده. ليش ما الله قاعد لقال العلماء ان حد مدحه رقاش حمده وهو من نفسه ما قد احسن عليه عود كاذبا ومجرما وعاصيا. تعرفوا بذلك قالوا لي أن مولانا قال الحمد لله بداية القرآن الحمد لله كأن أطرحنا سؤال يا مولانا نحمدوك ليش؟ قال أحمدوني بي اللي نستحقها بيش بي اللي ربيتكم ورحمت بكم الرحمن الرحيم وحاكم لكم الجنة اللي مكم أطاعني ومشيت لكم رسولي. كأنه يمور أنه يقول أنه يا عبادي احمدتوني بي لنستحقها والدليل عليها سمعوني عمي. فكأنه يقول أحد ما أحسن عليكم فحمدكم له كذب وافتراء وتستحق عليه الله العقوبة. ما نعرف كانكم فهمتوا هذا. إن هذا اللي ذكر وراء الحمد يدل على أنه لا يحمد أحد إلا لإحسان فعله من الشخص. يعود قدم لك خدمات حد لك رواية هذا حمد. مع أن العلماء قالوا على المخلوق ما ينحمد إن ينحمد الله مولانا يا غارد قلت تشكر مولانا وتشكر ما خالقه به اللي قال أنا أشكر لي ولوالديك حضر الوالدين فدل على أن الشكر يعطى لله ويعطى لعباد الله. لكن الحمد ما قطنش بر أحمد فلانا وأحمد ربي الحمد يا الله نعطى الله مولانا ما تقول فلان حامدك يا غارد قد تقول له شاكر مولانا اللي نعم علي بيك وشاكرك انت علي احسانك هذا جائز. فالشكر لمخلوق جائز والشكر لله واضح. اما الحمد لغير الله تحتاج الى دليل. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه بالنسبه للشكر قالوا من الشكر وعارم الحمد. الحمد لا تقول انك مادح وتون مولانا نعدل لك والسلام يا غارد من دركانك عدلت قال لك جر فيه خيره يا غير من دركانك سامع له وطايعه اللي نطيعه. لك معناها انك تخطيت درجة الحمد وعدت في درجة الشكر. فالشكر هو استعمال العمل الذي يرضي ربك. ليه تعود اللي تقول الله قال لك مولانا وتعدل الله قال لك مولانا ذاك هو الشكر. وليه تعود الله تثري عليه وتقول انه والله الا ربك بار وكريم ومنه حمدت لكن لم تشكر. سمعت ولا ما سمعت؟ ولذلك الحامدين ياسري تعرف الشاكرين ما ينسب تعرفوا باش لأن مولاي تعالى يذكر واحدة من العباد وقال التائبون العابدون الحامدون حامدون خالد ما قصينا خالقين حامدين يوسف واحد يظل ما قرسان وأحمد وأحمد وكوانت هذا حامد يا غير كونهم يعدل قال له مولانا قال مولانا وقليل قال
قال عن نوح عليه السلام قال على انه عبد شكورا. قال وفي آية أخرى قال وقليل من عبادي الشكور. أولا قليل وعاد بذلك الله من عبادي لحد بعد بعيد حتى عبادي ياسمنهم ما يشكر عباد وطيبين غير ما يشكروا. ولذلك قلت لكم في درس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتورم كرعيه ويصبح يتقاطر بالدم من تفخيم بشدة طول القيام في الليل ما يتقايم الليل يصلي. تتمرن معي عائشة تكرعيه بترفخين ورم تقول أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. خاتم الأنبياء يلود قليل من عبادي الشكور والحامدون ذات خطاها يغار يلود للشكور اللي ملاها عاد جميع أعضاء مخصصها لأرطاعة ملاها. فالشكر صعب والحمد سهل بالنسبة إلى هل فهمتوا على ما فهمتوا؟ إذا نين قال حمد مولانا معناها إني قلت إنه ما عدى لي وسالي وسال. يا غير الشكر نين قال ما كذا الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. أن تستعمل جميع جوارحك وحركاتك وسكناتك فيما يرضي ربك. ما تعدل ما هو شجر له ولا تقول ما هو شجر له. هذا هو الشكر رزقنا الله ذلك. وقال مولانا عن خليل الرحمن إنه شاكر. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمي. شهد مولانا بأنه شاكر وشهد النوح بأنه شاكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فلا أكون عبدا شكورا. وإحنا قاعد شكورا ما كنا فاهمين. واحد يقول لك أنا حامد مولانا من درك أنا حامد من قال أما قاعد شاكر يقول لك أنا بعد شاكر من قال تعمالك ما أدري أنا بشاكر. كلام هذا نفهم والله ما نفهم. إذا الراجل يقول إن الحمد لله أيوة ذم ملاحظة أخرى انتبهوا له. قال على إن الحمد إن مولانا إن أحمد علاش يعدل المخالف ونحمد لذاته هو يستحق نحمد توقفه يحمد لجلاله وجماله ويحمد لإحسانه وإنعامه. ما معنى ذا الكلام حضرك له تتحمد عادة لأنه قلنا على نحسن عليه مولانا تحمد يا عملك يا عمالك مصور نحسن عليه تحمد لذاته لأنه واحد لا تحمد قاع لأنه واحد انت شم داخلالك هو واحد في ذاته سبحانه. تحمد لكونه واحدا لا شريكا وتحمد لأنه أعطاك العافية وأعطاك الدين والتوفيق وكذا. تحمده لذاته وتحمده لإحسانه. الدليل على تحمد لإحسانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يضوي لكم مسخرا سخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وآتاكم من كل ما سألتموه. هذا من التسخير هذا تحمد للنعم طارح لك. يا غير ما اللي يجيك القرآن مرة يقول لك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ليه؟ هذا كان نعمة على العبد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا حمد لجلاله حمد لجلاله ولعظمته ولقدسيته ما يتعلق بالمخلوق وإنما لكونه يستحق الحمد. ولذلك يقول بعض العلماء كلاما غريبا غريبا عجيبا إن يوم القيامة أعاذنا الله وإياكم والمسلمين. إن الناس يوم القيامة نين نحكم على بعضين بالنار ويكردوهم الملائكة مكتفين وماشي الله يمبل ينكبوا في النار على وجوههم يعودوا ماشين وهما يحمدوا مولانا يحمدونه وهم يساقون إلى النار لأنهم شافوا من رحمة المليك وشافوا من عذابه وشافوا من رأفته على عباده. يقول والله لو كان فهم خير ما يخرج النهار. ولذلك يقول مولانا افتبارك وقالوا لو كنا نسمع أو نعق ما كنا في أصحاب سعيد ما ظلمنا ولو خطانا يا غير المشكلة منهم جاي من العياب ويحمد الملك. قالوا حتى أهل النار يحمدونه وهم ذاهبون إلى النار وأهل الجنة يحمدونه وهم ذاهبون إلى الجنة لمن غرائب عدل الله. ينادالهم من قال لهم يا عباد يا مخالق هل ظلمكم الملائكة ما نظر هل ظلمتكم يا عبادي ما نظر
هل بقيتكم لك حسن قطع الدرتوها مانا؟ هل كذا كلام؟ الدليل عليهم يا حمد مولانا وهم يهبون إلى النار والجنة قايشين الجنة. المولانا لما كرموا حكمة أهل الجنة وأهل النار قال والسيق الذين كفروا إلى جهنم والسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. اللهم اللهم. والغريب أنهم سيق الذين اتقوا وعبر عنهم سيق أهل النار صوبهم قاع معقول به لما دقيس النار ما هي طاب من طرب ما عنده شيء يطرب يا غير ما دقيس الجنة لما لا تنصاق ما لما تقوم دفاع. لأن المخلوق أن يفتح له مولانا أبواب الرحمة يعود أماريك الجنة رافت قاع متمونك في نعيم قبل أن يدخل الجنة. ما ترعجنا قاع ما ترعجنا اللان يطرس عليها أماريك الجنة من مسيرته 500 عام يبقى المخلوق لا 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 شيء معه ترخم أماريك يطرس عليه رائحة ما قد شم عينه ما قد شافت الجنة وعاد ذاك متحايطين به الملائكة يبلغوه السلام من مولانا مولانا رب الله يا ربي اجعلنا الله يا ربي من انت علينا بالاجتماع في بيت من بيوتك من علينا عند لقائك بالروح والريحان والرضوان وجنة النعيم اجعلنا من ذوك اللي تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنت توعدون ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع فهو القادر عليك تعطيه لمن تشاء. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا رحمة لا ينالنا بها عذاب ولا مكروه في الدنيا ولا الآخرة وأنت القادر على ذلك. سيق الذين كفروا سيق الذين اتقوا إن يوفى من ذوك للناس توفى كامل أهل الجنة قاسوا الجنة وأهل النار يبارك مع الملائك يفتشوا الملائك يا جبريل سأل عندك شنو يا ميكائيل يا ملك الموت هل تخطيت حدود الله في قبض الخلق هل هبت الملوك والعظماء أم سويت بين الخلق كان قطة ردت أمام عظيم والله تنفذ أوامر الملك لا تهاب الملوك ولا العظماء لا تفرق في قبضك للأرواح بين العتاة المجرمين وبين مكاتب هل زدت هل نقص. ولذلك يقول مولانا وأترى الملائكة تحافين من حول العرش الملائكة ما يوكلوا الملائكة ما يشربوا الملائكة ما يرقدوا الملائكة ما يتزوجوا الملائكة ما فيهم الشهوة شهوتهم يكفي منها أن يأمنوا من مكر الله وأن يتركهم في ذكر الله فهذه جنتهم وهذا أجرضا. يقول وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. شوف إن قفلت اللائحة كاملة وقضية بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالم لا في أحد ما مشى عيط من الحمد لله رب العالم. والغريب ما تعرفه إن الواحد يتم يطلب مولانا يطلب مولانا أين سنة عودة طلبت مولانا تجبر فيها طعمة حتى تعود تطلب يوم القيامة. هذا مجهل يطول. إذا الرجل هذا قال على أنه يحمد مولانا على أنه فرض على العباد توحيده وحرض معناها وجب على مدة وتعرف وتوحده واجب على كل مخلوق خلق مولانا وعاد عاقل على أنه أول شيء انتبه له يسوى مولانا منه أنا ربي اللي نعبد منه يسوى عنه ويحوز على حد من العلماء ويسوى ويقول له منه مولان عرضني بربي حاسبي يا غير نبعقيه حد يفصل لي يدي يشعر لكن اللي ينقال عنه نقول ولكن ما يليق وذاك اللي يالي عود في قلب نعدل وذاك اللي يالي نعمل اتجاه نعدل دل لنا على ربي. كيه قال موسى لها فرعون قال له أدلك ما هل أتاك حديث موسى إذ نادئه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وهيا عدو والله إن دلك على مولانا كانك تخاف منه نعرفك مولانا
كانك تزكي وتخشي تزكي تترك عنك شي ما يرضي مولانا كانك تعطار وندلك على مولانا نيني خوفك منه نيني تعود تخايف منه عد تتحدر شي وانت ترجع عارف ان هذا انه يضمره هو رب العالمين الذي لا تخضى عليه خفي. اول شي الله الواحد منكم يسول عن مولانا مولانا منهم خلق لسمه ما يجد حد يحامره ما يجد حد يبني شرويطه ما دار تحت عود وهذا اسمه ما تعرف شو واقف عنه. اذا ربي عدل للعمل معناها انه على كل شيء قدير وانه عمله ما هو كي العمل دلك على انه رحيم. عود انت منري ولك شي ما تطيع مولانا ولانك متلثث يعني تبكي لمولانا تبكي للطبيب فلا يرحمه وتبكي لأهلك متألم لا ينفعونك يعني تبكي لمولانا يرحمك وينزل عليك الشفاء وتخرج من مرض مخيف إلى صحة تطيق حتى تنسى الرب الذي سألته وأعطاك. لكن يعني تدخل ضيقة وتطلب ويعطيك لا تنسى حد يمرق من الضيقة ما ينسى. إن عتلك رحمت بك تمنها رحامني يطرس لك الرياح الباردة هو أنت عتت الأفلاف وانت ليت وفقد الرياح الباردة ما في بليدة في العالم لقد تبيع لك القرآن يعني تتألم تعود تستعمل جميع الأدوية ويعطل مولانا الأدوية اللي ما ينافع فيه يعني ترجع المولانا يقول لك أنا هو اللي يملك الدواء كان حد مرضته ما نافع فيش وانت اللي نعطيه العافية كل سبة تنفع فيه. لا تشكري الطبيب ولا تشكري القريب المجيب أكبر ولاك اللي عنده حق حد به للطبيب مخلوق تحيّر كيفتك انت ومن رجه قاعد دوره كانوا يدويك يقال لك ما أطلع به الماهم صحة وذيك رسالة لك انت انك تشكو الى مريض ضعيف مثلك فاجعل اعتمادك على الواحد الاله هو اللي يشكره هو اللي الشكوال وتفرج الكروب وتزيل المتاعب. هذا الكون كامل واحد قال انه اعرابي اعرابي معناها من اهل البادية ما يفهم قالوا له كيف عرفت ربك قال لهم بعر البعير دل عليه بعر البعير دل عليه. ما معنى هذا الكلام قال لهم احنا اهل البادية يعني نعود الجمال ما نراعوا فيه نقص وفره ونيقض علينا الاخرين نجبروا بعراتنا عرفوا لانه خل من ذنب هذا تعرف معناه عنده هو من البادية لا يقول لهم ربنا لم نراه ولكن هذا الكون دل على أن من ورائه رب خلقه كما يدل الأثر على صاحب الأثر دلتنا القدرة ودلنا الملك على وجود المالك ما شفناه يغيرنا الملك يدل عليه قال لهم بحر البعير دل عليه هذا اللي يتعامل معه دل على الموجود مولانا ما يراعى فيه سبحانه مولانا منزه عن الكون النعرف ولكن جعل في هذا الكون ما يدل على وجوده. إذا صورت كانوا قادر تخرص في الكون جاوبك الكون يقول لك واضح أنه قادر. إذا صورت كانوا يعرف قال لك هذا ما هذا فعل حد يعرف حد شاف هاي البزولة اللي عندي الشير عند من يتحمل به أمه اللي باش يزاد شهرته يزداد الدراب يضر البزولة الدكتور ما هو عالم به وهي من انفسها ما عنده في رأي ويبى اللي بطفي ما هو محضر لكن اللي درر البزولة ويدليها قاضة يحرك الأوامر اللطف ويزداد وعند منين يرقى بنوه تدر البزولة وتقضى ونهرد فمها ياك الطفي ما يخرج فهني تقضى البزولة القدر اللي عودي تمطن به ما الفرق هذا هذا إنما هو الله هذا رب العالمين هذا هو رب العالمين خلق كل شيء فقدره تقديره تعود الامرأة حاسة بتجليات الله قدرة الله تدبير الله علم الله رحمة الله تجري في عروقه توكل الطعام ما عنده الشرطة ما عنده حركة سيئة توكل توكل وتشرب الشراب عنده طريقة وخل معاه ولو كيل عنده طريق من نظم حركتك رفرات البطن
من قال للغذاء اذهب إلى الدبر، وقال للشراب اذهب إلى مساكن البول، وجعل بينهما برزخ لا يبغيان. من؟ الله وحده. الله ينظم حركة البطن ودورة الدم. الجسم في أدق تصرف، الطبيب حاير يقبض الأجهزة. وين يخرص سالكم الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو فاعبدوه، ذلكم الله ربكم، خطاب من مولاه، ذلكم اللي تخرص، ذلكم الله ربكم، هذا فعل الملك، انتبه. ولذلك بعض الكفار يتم يقرا الطب يرين ينطلق منه الشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقود تقوده الخبرة في الكون إلى اكتشاف أن هذا الكون ما يقعد مع الروح، ما يقعد اللقمة تمشي على طريقة معينة، والبول يمشي على طريقة، والدم يجبر ذاك اللي يحتاجه. والغريب أن الطعام لو كان يخلى على مجراه يعود الإنسان يعيش زر وزر الآخر ما يعيش، ويتم طعام يقوى منه بليدة وبليدة، يعود كي يخسر نظام الكون. ومع ذلك مولانا يمشي ذا كامل في عروق ومسالك ما فيها العين الأعطالها من الغذاء اللي قدر تحتاجه، والدماغ يجيسه من لوكين والشراب قدر يحتاجه، والفم والخناف اللي نعطاله قدر يحتاجه. وتوزع الله الغذاء والشراب وجميع المسائل حتى يعطي لكل ما يناسبه بلا زيادة ولا نقصان. من رتب هذا؟ من نظم هذا؟ هذا ربنا سبحانه. إذا كيف تسأل عن ربك وكل شيء يشهد له بأنه لا إله إلا هو. إذن المؤلف يقول إنه يحمد الله تعالى الذي قد فرض على العباد توحيده وحرض، معناها حظهم أول شيء، وهذا هو اللي قال ابن عاشر أول واجب على من كلف ممكنا من نوار أن يعرف الله، أول شيء عرف ربه. لعل تجيل مولانا وانت ما تعرف مولانا، تعرف مولانا والله إلا نعرف. خلقني صورني ركبني رتبني أعطاني أنعم علي. والغريب تعود انت مولانا ما تعرف، ومع ذلك تقول له يا ربي هو مجيب. يا مولانا انا ما فتقع قبلت اخبارك، ومع ذلك انت مجيب، مجيب تكرم من التكرم، انا قاعد ما فتقع نعرفك. ايوه ولا غرام مبال انه يخلي المخلوق يخليه ما حاسبه ولا قال له سبه، يعود عاد بوه 18 والله الهيه وعاد صايم وعاد بعقله، ايه يعتب بوتيقك وعاد تتزوج وعاد تعاقل وعاد الناس تخاطب معاك. ايوه عرفني انا اسهد بالناس، ما حدك طفيل خليتك عني، وما حدك اشديع ترصف خليتك، وما حدك من زيت مانك مركز خليتك. ايه يا الله تعودين انت تعرف الناس وتفيدت، وهذا فلان واللي فلان والروح، وهذا ما هو زين ولا شيء. ما دمت عطيتك ذا الميزان اعرفني قبل خلقي، باركني انا اللي هو العاطي لك. والله ما تفهمون. ايوه طيب هذا هو معنى البيت الاول تقريبا. ايوه قول الحمد لله الذي قد فرض على العباد توحيده وحرض على امتثال امره عباده وخص بالتوفيق من اراده. على امتثال امره عباده وخص بالتوفيق من اراده. عليها وفقنا سائرين الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يرضيه. عليها حضنا على توحيده وامرنا ان نعبده. ما معنى العباده؟ المعرض اللي فاصل احنا ما في الاله اني صوتكم قلت لكم عبيد مولانا ما عرفتكم شنو. احنا كاملين عبيد مولانا حاج ما يحق كذ. عبيد مولانا اللي حق قالوا انه العبيد نوعان، عبيد بالقهر والغلبة والجبروت، وعبيد بالاختيار والتوفيق. خارج عبودية ناس كامل عبيد مولانا. حتى بوش عبد من عباد الله ارمرت وليفي وزيرة خارج هذو الكفار العثاريف هذو كاملين عبيد من عباد مولانا. فرعون عبد من عباد الله. يا غير هاو تعرفوا العبيد شنو ما هذو العبيد اللي تحت ملك مولانا بالقوة، يا غير ما يسمعوا له.
كل شيء في هذا الكون عبدا من عباد الله. غير خالق اللي عبد معناها خاضع له به القوة بأس المليء. هاي قد يخرج عمه خاضع يني دمدن من فوق الرعد يبرك خايم الصلاة. هذا عبد ذليل غير ما هي العبودية تنفع. ثم فاهمين خارق قصة العبيد اللي تنفع شنو؟ يعود يسمع المولانا باختياره اللي اقتنع هو ان مولانا ربا يستحق العبادة وعاد خاضع له ويسمع له ما هم هدوا ولا هم شدد عليه غير هو يرى ان الله اهل لذلك ان الله اهل لذلك. هذا هم العبادة اللي تنفعهم. تعرفوا معنى العبادة شنو؟ مارتن حد عبد شنو؟ يعود عاد الله اللي جابت له الشريعة يعدل ما يحرن ما يحرن عند أمر من أوامر الله إلى تيصرت الحمل أمر الأشياء وكلفه بي رواية إن يقول له اكتر راسك يقول له والله يا مولا اقتل أولادك والله اقتل أقاربك والله. ولذلك امتحن الله الصحابة عاد الواحد يقتل أبوه ويقتل وله. أبو بكر إن جاي في معركة بدر متلقيله وله محمد بن أبي بكر ذاك رافد السيف قاتل الصحابة وأبو بكر يقاطع الوله كانوا يقطع راسه. عاد الولد يهرب من أبوه ما يختار يتقابل معاه وأبو بكر يروق وله كانوا يقطع راسه. عقب أعطاه مولانا اهتدى ورياك جمعوا قال لولد محمد بن أبو بكر قال لولد أبو بكر قال له يا بكر رأيتك في غزوة بدر وأنت تتعرض لي يا أبتي وأنا أهاب التعرض لك لماذا تتعرض لي؟ قال له بيالي نختار نتقرب لمولانا بروحك إياك نعطي الدليل على رأسي بني لا أحب أحدا إلا إذا أحبه الله وقبله. أنا ماني معدلش بالأولاد يكون العاد في رضا مولانا ولا ملك نقطع رقابيهم. حق الله نقاش عاطي وله في سبيل الله عندكم مولاي مرة قزك مخلوق فطم ما هذا الصحابة ما قربهم الملك إن واحد منهم فطم راسه عن شكار ما يرضي مولاد. عاد المخلوق مفطوم ما يفطر ما هو على الطاعة والشكار معصية صايم عنه حياتهم كلها صوم ولا يفطرون إلا على طاعة. ثم فهمت ولا ما فهمت العبودية كتركم بصورة تقريبية. ثم شفت واقع العربية تقول إن قدروه طريق معبد ما تسمعها بالعربية إن قالك هاي طريق معبدة معناها أنها مقدر نمرس وني يجبرها مولا فاري تدفع عليه وني تجبرها شوية تلغنم تدفع والوتاد كاملين والوقيش ومولك القطر عليه ولا فيها السكوتات ولا فيها الحضر. العبد المولانا ذي المقدر عاد ملس الشرع مولانا الجم انه كامل يوخ حظي ما فيه السكوت ولا فيه رنق رنق ولا فيه الحفر ولا فيه تعاقب تعاقب له. لكن اللي منها مزار فيها رنق رنق وسكوسات وجبل جبل هذا ما هو عبد المولانا هذا رنق رنق هذا ما هتعاد فيه العبودية. العبودية هتعاد منقوط الجرع مولانا إلى دارت من فوق والله وإلى دارت من شوفه والله وامر مولانا كاملة تأخذ من فوق وما فيها سكوس ولا فيها حرنة وما حدث فيك حرنات انت رنق رنق ما انك عبد. اهلكم ان الليلة فينا عبد جاع احنا فينا معبد جاع. شوفوا بعض الناس فاركين يقرب لكم من معاني سبحان الله بعدين يسمعوا ذا المعنى يقول يضحكنا. بالله عليكم يا عباد الله والقلوب من اجل تشرب المعنى يا الله يقضر لها يرين يقبب لها اللي منها ما هو قد يفهم. شوفوا لو اني تكلمت لكم الليلة بالعربية ومارت عباد مولانا وعباد مولانا نملأ عليكم الليلة درس والله نجيب لكم ما تيسر يا غير يتم كذب الناس ما يفهم يا غير اني يقرب لكم معنى اقريب سكوس رنق رنق وقدروه هذا معنى نشتركوا فيه كاملين ما نعود نقسموا الشمل لسعافة على الأغنياء ونتركوا الفقراء هذا ما هو العدالة. أنا قاه يتكلم للناس الله بلغة يعرفها الله البعض هذا ظالم ولا يبلغ الشرع الله حقيقة معناها يعطيه الأغنياء ويحرم من الفقراء. هذا شبه منه حاكم بعد اللي بعد قسم سقيبات لسعاف وخص منه عالم يقسم الشريعة ويخص بها الله الأقوياء الناس الضعيفة ما حضروا والله ما تفهمون
حد تكلم المادة بلغة محلقة في السماء، معناها انه ده اللي قسم الشريعة هي رجال من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مخاطبين بها وتعنينا كامل، وهي الاسعاف اللي ينفع الابدان والقلوب ويبلغك مرضاة الله. ويلا حد له يوزعوا اللي يديروا على حزة قاد يشترك فيها المخارج كامل الى بره، معناها انه وزعه على الاقوياء والناس القادرة في اللغة وقادرة في الفهم، وخلى الضعفاء تنوس. والله ما فهمتوه. إني عرفت ان الطريق المقدرنا يقولوا لها العربية معددة وخلاص، معناها مقادة مو ملسة مو متنة، لا قاد يوخل معاها ما فيها اي مشكلة. هذا هو العبد، اقرب شيء يمثل لكم به هذا المعنى، مخلوق مقدرا ومقاد لوامر مولانا. عند منين يقول مولانا رواية والله سمعناها طعم، إني يذكر مولانا يلسها شوي ونقالوا ايه هذا عندك ما يتواسى، ايه ما يتواسى، اه عند منين يقول حرام يحرق. احنا جلودنا ما تحمر نار الله، يريد قالوا هذا وجه مولانا يجوم العدل. يا عباد الله من اغرب الغرائب يعود لقاه يتكلم لبعض الناس، يعود احداه عالم ما نغض ولا نق، واحداه مخلوق بالسيف داخله شي من الدرس دمعته ماشي دمعته ماشي جمعته ماس. وفي واحدين يخضعوا كانوا وصلتوا الدرس، يوخل الواحد لا يتكون روته مثل قاد يخرص في اللجان ولا فنها، وما خارق اخرين يعرفوا شمل العلم، الواحد منهم لا يطيح قاع به تخرص الاجنبي، واحد لا يطيح به اللي مقمر به يغضوا من افصارك، وواحد به تخرص الاجنبي لا يطيح قاع في حضره مدري راعي ماوي، وهما واخرين لك علم ما قد يحكم. وهذا الاخر جد اللي طراله من قرام الدين جعلوا عاد فيه نسبة من قدره، مقدرا نصه والله مقدر ربعه، خارج المقدرا كامل وخارج اللي منه فيه قرارة. وعباد مولاك مثالكم عطلي المعبدة خارج من عباده اللي معبد هو كامل، وخارج المعبد نصه وخارج معبد ثلثه، وخارج ابن ايداس فيه ما تقدر تنقطع على له عبد المولانا في ابن ايداس يا غير سكوس ورنقرنق من ابن ايداس، وقليل لكن اللي عبد المولانا على طول. والله يا ما فهمته. ايوا الوقت انتهى، الوقت انتهى صح، الوقت انتهى. على كل حال قضية التوفيق سألنا الله يوفقنا. تعرفوا التوفيق معناه شنو؟ هو الله من معانيه تقريبا مخلوق يوفقه مولانا يعود متوافق مع الوالك المرجل عليه لاني نقيم له هو ذا قدام، ونعود ديار ذا هو ذا ملاطم معاه. ما تعرفه متوافق، انا افلان انا افلان متوافق معاه، يجي نوفقك مولانا تتوافق انت مع الشريعة وتتوافق مع اللي يبقي مولانا، وانت من لاني يدور له هو من اللي هو يدورك انت، وبالتالي قاعد متفاهمي اللاني تصد على الطاعة ذا هي متيسرة، وني تقيم ماشي مع الدار انك ما تيدارك لمسي تم قاع جاي قانطني نوالا قد قامتي قاع ماذا تحرمه اتم كريف يا لك وتودبون. انا بعد راني ترديت ما كذا يوقف لك مولانا السيارة اخرى دي ذاك التوفيق، انت مولانا ما فقك مع ذا يبقي وعاده مهيئ لك اللاني تروق له قاع جاي متهيئ كام التوفيق من موافقة، وبالتالي عاد مولانا ما فق لك على مرضاته وعدت انت دافع شورها مولانا ملقيها لك. اسمع دور ما سمعت هذا اقرب لها مثال، وربما نعبو نرجع لها ايطالا ان شاء الله وياك نزيدوها توضيح ان شاء الله تعودوا استفدتوا وفهمتوا بعض المعاني المتفرقة. يا غير حومت بيكم هك وهك الا ان دور كان يعطي مولانا يقول لنا، يقولوا بعض الناس، يقولوا بعض الناس على ان الطعام من تكسر عيناته تعود الناس كاملة كل يجبر منه قرعة خالق الصورة، ان قال لها صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وان قال لها صورة القتال راسخ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم العياذ بالله، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذه السورة ذكر مولانا فيها رواية لأول مرة، قال أم على قلوب أقفالها، وأم هذه عندها العربية أم هذه معناها بل، ومعناها ومعناها بعبارة أخرى والله القلوب عليها قفال، القلب عليه قفل،
ينعد مولانا ريد هديتك يقلع عنك لقفه ويفتح قلبك ويصبح يفهم يدخلوا ذا الينقاد. وننعود المخلوق ما كذا يخلي عليه قفل ومتين ما مصر ما في ضوء، يعود وذنه تسمع وعينه تشوف يا غير اني تمشي في فقص نافذ القلب له مقفول قلب مقفول. وبما ان القلب عليه قفل عطاك الشريعة عينات وتراعوا فيها. نعود مرة نعطي مثال من موريتاني ومثال من بلاد اخرى وعباره كذا وعباره كذا وايه قالوا لي ان القلوب يعات بقفلها يقفل لا بد من تشرف فيه المفاتيح كامله كانك تستعد على مفتاح خارج عباره ما تدخلوا وخارج معنى ما يدخلوا اني تملا تروص بذا وتروص وتقنزر بهذا تعجب تستهدى على مفتاح وني يفتح يقضي الوتاني تجبر مفتاحه وتدخله وتحركه تقضي ويبقون مفاتح الخرين ما هو مفاتح ولكن يفتح فلان ما هو اللي يفتح فلان يا غير هني تنوع لمفاتيح كامري يعقب يستهديك الله على مفتاح ذاك وذاك ادخلكم الله ما ادخل ليالك عاد الشريعة لك ما هي شيء واحد. وحتى في العبادات خالق لك المفتوح للصلاة صلي يا غير اشكم يجي برمضان وخارج المفتوح لي نافلة الصلاة يا غير ما يقدر يعدى نافلة الصلاة وخارج اللي يزكي ويعطي المال يا غير ان انت لتروقه ان نصلي له ولك تعبان وخارج اللي قد يحج كلام الحج يا غير ان انت تروقه بالصلاة له ولك تعبان وخارج اللي قد يعدى للأمور يا غير ان انت امره بيتم يذكر مولانا له ولك ان يذكر مرتين يطفأ لأن المخلوق ينفتح الشيء وينقفل عنه وقلق ذاك المفتوح ذاك. ولذلك من يريد الله أن يهديه يشرح تعرفه معناه شنو معناها يفتح قلبه وينشره يوسع قلبه والدليل عليها به العكس قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا معناها أنه نعاد الضلال ما تضيق الصدر معناها أنه خرسية الصدر ينفتح لنعود عاملها كم الله اللي قلت من دين مولانا هو لك هو عنده بليده ترفع يرفد انا ذا بينما خارج اللي قديه حس قير هلاني ندير ذي كلمتين والله هو لك مقفول هو ما ترقى تتحمل. على كل حال انتهى الدرس يطعب ان شاء الله ونواصل دينه تعالى والله المستعان. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام حي يا قيوم يا حنان يا منان يا واب يا فتاح. أسألك اللهم في جميع أسمائك ونسألك اللهم في جميع صفاتك ونسألك اللهم بذلك كله لا تتركنا ينبغي إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. لا تتركنا ينبغي إلا غفرته يا ربي لا تتركنا ينبغي إلا غفرته ولا هما إلا فرجته يا ربي لا تتركنا هما إلا فرجته وبالعافية واستره عاجلا غير رائف يا ربي لا تتركنا هما إلا فرجته ولا عيبا الا سترته يا ربي لا تركنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره ولا دينا الا اديته يا ربي لا ترك علينا حقا الا اسقطته وتوليت عنا امره في الدنيا والاخره لا تترك لنا دينا الا اديته ولا مرضا الا شفيته. اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم اشفنا من جميع العلل اصرف عنا جميع العلل واجرنا من جميع العلل. اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيته اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا لا تترك لنا مرضا الا شفيته. اللهم اجرنا من جميع العلل وعافنا اللهم من العجز والكسل اللهم اجرنا من جميع العلل وعافنا اللهم من العجز والكسل اللهم اجرنا من جميع العلل وعافنا اللهم من العجز والكسل. لا تركنا مرضا الا شفيته ولا عدوا الا كفيتنا شره. اللهم اكفنا شر خلقك اللهم كن شرين على اعدائنا اللهم كن شرين على اعدائنا اللهم شتت شملهم وفرق كلمتهم اللهم شدد عليهم لحظاتهم ودقائق ارواحهم وحياتهم اللهم شدد عليهم في كل موطن وحال اللهم شدد على اعدائنا اللهم كن شديدا على اعدائنا اللهم كن شنيعا على اعدائنا اللهم من كاد لنا فكد له ومن اراد بنا سوءا فخذه ولا تمين اللهم من اراد بنا سوءا فخذه ولا تمين اللهم من ارادنا بسوء فخذه ولا تمين اللهم ادم علينا جميع النعم زدنا من فضلك واجرنا من عدلك